معانا الأستاذ أشرف من الشرقية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا دكتور، كنت شغال وخدت مكافأة، طلعونا معاش مبكر. طيب. وخدت مكافأة وحطيتها في البنك. طيب، يعني حطيتها في شكل وديعة وشهادة استثمار. وديعة، وبسحب منها ايه؟ باخد الفلوس منها كل شهر عشان تصرف على نفسك، عشان اصرف على عيالي. ربنا يبارك لك فيهم ويبارك لك في رزقك. فين السؤال؟ وعندي ابني يعني ايه بيعمل مشروع اللي هو تربيه الدواجن ديت، وبيفشل وبساعد. مش نجاوب على سؤال الاول. مش انت بتسال دلوقتي على ان انت اودعت المال في البنك، الفلوس اللي بتاخدها حلال ولا حرام؟ ده سؤالك الاولاني. لا عشان اشوف عليها زكاه ولا لا، لانها اصلا مش مقضيانه كمان. طب اتفضل. هل هي عليها زكاه ولا لا؟ لان اصلا مش عليها زكاه. عليها زكاه، وطلع 10% من الريع بتاعها. يعني نفترض دلوقتي ان الفلوس دي بتجيب لك 700 جنيه، او بتجيب لك او بتجيب لك 1000 جنيه، او 3000 جنيه، هتروح مطلع العشر بتاعها. لو 700 جنيه هتطلع 70 جنيه، 1000 جنيه هتطلع 100 جنيه، 3000 جنيه هتطلع 300 جنيه. لما تجيلك الفلوس دي خلاص، يبقى هتطلع عشر الريع. هتطلع عشر الريع على السنة. عشر الريع لما يجيلك، اول ما يجيلك الفلوس تطلع منها 10%. على المبلغ اللي باخده من البنك، على المبلغ اللي بيطلع لك، مش على اصل المبلغ والريع، على المبلغ اللي بيطلع بس، تطلع عشره بس. على المبلغ اللي بيطلع بس. بالظبط كده. ايوه. ماشي يا دكتور. ربنا يبارك لك يا حاج اشرف. الله يكرمك. اتفضل. ووسع عليك رزقك ان شاء الله. اتفضل. ربنا يعزك.